السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم معنا. اليوم ان شاء الله راح ندير وصفه خفيفه ظريفه، راح نديرو شغل فاسون بورك سامسا بخبز تورتيلا، نحشيوه بالفرماج وفيونداشي. اول حاجه البصل تاعي بسم الله نقطعه رقيق، هكذا مش يطيب بالخف، نورمالمون نسحبها تكفي، نحطوها تقلى هكذا. مقله نديرو فيها شويه زيت، نحطو البصله تاعنا تتقلى بسم الله. دركا البصل تاعنا يتحمص، نديرولو اللحم مفروم ونمشيوه دق 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 حتى يتقلى مليح. نقطعو عليه شويه ثوم، نسكرفجوها ولا نقطعوها مرسوات صغار، شويه معدنوس وملح فلفل كحل. دركا هنا عندي خبز تورتيلا ولا خبز تاع ليباني كيما حبيتو، هي بالتورتيلا جبني الا كانت التورتيلا تاعكم ناجحه. خبز شباب ديروها مايله من هنايا باسكو على كاين جهه اللي تفرسها فيها سينو ما تجيكمش شابه. نديروا هذوك فرماج ابيض، عندي هنا فرماج لابون فاش، ديروا سات هادو هو اللي يليق باسكو خفيف بنين وشغل بالخف يمشي ماشي شحال كما روحو بزاف. نحكمو شويه نديروها هي الاولى، نديرها مرسو تاع غريير ولا شي دار، دبروا راسكم اللي متوفره. شويه فيونداشي مرفع هكذا كبيره ما تزيدوش باش تفرسها بلا ما تقطع، ولا الدجاج ولا واش حبيتو تبدلو في لامارينات كيما حبيتو. ومن بعد هذه نبليو هكذا، نروحوا للهيه بهذه البوانتيه، نروح للجهه اللي بلينا فيها هي الاولى نبداو بها هكذا. من بعدك هنا الا كانت ناقصه نزيدو لها شويه ونعاودو نروحوا للهيه الجهه هذه هكذا كما راكم تشوفوا هنا، تبالكم بلي ناقصه نزيدو لها ثاني ونعاودو ندوروها وحده هكذا هكذا سي بون. هذه زياده نحوها على بالموس باش تجينا مطايه، ها هي كيفاش تخرج. نكمل نخدمهم كامل هذا نعاودو ليكم. دركا نجيو نديروهم يتحمصوا يتبانيا ولا هنا في ماشينه تاع بانيني ولا في مقله. على كل حال درجه الحراره لازم ديروها شويه ماشي قويه بزاف باش تتحمر في نفس الوقت الفرماج الداخل يدوب. نغلقوا عليهم كي يتحمصوا مليح يتحمروا نجيو نشوفوهم في ساعه التقديم. لي ميني ساندويتش تاعنا راهم واجدين، نقدروا نقدموا معاهم من صوص. انا هنا عندي ان صوص الا ساموراي، حاجه اللي يحبوا يحبوا لي صوص حارين هكذا بسم الله هكذا. هذه سبيسيال مون يحبوا الحار يديروا فيها صوص ساموراي، ونجو ندوقوها بسم الله. هيا تغميسه خفيفه بسم الله.